عايزين نكمل نفس الكلام بقى واحنا الكلام لسه على الفيرست جينيريشن ولا ماليش دعوه بالكلام اللي في الورق دلوقتي. حاجه على السبوره مركب، والمركب دوت فيه الكونكتنج اتوم بتاعته الايه، وهرسم لك جنبه حلقتين بنزين، حلقه بنزين وكمان حلقه بنزين، وهرسم بعد الان ديت كربون تشين، العادي بتاع الكربون تشين كم كربونه؟ 2، وبعد كده الان البيزك، وابسط حاجه في الان البيزك مجموعتين ميثايل. السؤال بتاعي عن السبوره، مركب اللي انا رسمه ده مركب مش من المنهج اصلا، مركب ده انتي هيستامينك صح ولا لا؟ مركب ده لو جالك في الامتحان وسالتك هو بيشتغل كانتي هيستامينك صح ولا لا؟ صح، ما هو ماشي على الاس اي ار بتاعتك، عندك كونكتنج اتوم اللي هي هنا مين؟ الان عليها ضاي قرايل، بعدها كربون تشين بالعدد كربونتين، وبعدها ان شكلها ترشر اللي هي بتبقى بيزك امين عندنا. فالمركب دوت شكله مركب عادي انتي هيستامينك لانه ماشي مع الاس اي ار، بس كلها بتبص على السبوره. كل اللي هعمله ان انا هوصل الحلقتين دول باس في النص كده، مش بتتكلم على باي سايكل، ده انت بتتكلم على دراي سايكليك انتي هيستامينك، والدراي سايكليك دوت زود عليه برانش هتلاقي نفسك رسمت البروميفازين. بروميفازين من اهم المركبات اللي موجوده في الكيمياء، غالبا مش هتتسالوا عليها في الشيت بسبب هقولهولكم كمان شويه، بس هو عامه مركب مهم قوي. بروميفازين تبع كلاس اسمها الفينوثيازين، والفينوثيازين خدناها في اول الجزء بتاع الدكتور طارق خالص في الجزء بتاع الانتي سيبتيك. لو حد بيقسم معايا الفينوثيازين اخرها ايد يعني حلقه سداسيه، وطايا وازا يعني فيها اس وان، والفينو هنا جايه من حلقتين البنزين دول. فالكلاس بتاعتي اسمها الفينوثيازين، والدواء اسمه البروميفازين، والبروميفازين زي اي انتي هيستامينك في اكس كونكتنج اتوم اللي هي شبه الان اللي على السبوره، والكربون تشين والبيزك امين. انا ما غيرتش غير تغييرين صغيرين، اول حاجه ان الحلقتين بقوا لينكد ببعض، فدوت مثال على تراي سايكليك انتي هيستامينك. تاني حاجه احنا قلناها هو المركب الوحيد برانشد والاكتيفيتي بتاعته عاليه، اي مركب تاني لو كان برانشد الاكتيفيتي بتاعته قليله، ده الوحيد اللي برانشد والاكتيفيتي بتاعته عاليه ولسه ناقصني نقطه نظري كمان ثالثه قلنا، فاتكلمنا ان هو تراي سايكليك انتي هيستامينك وبرانش مركب برانشد والاكتيفيتي بتاعته عاليه قوي. عايز نتكلم على البريباريشن بتاع البروميفازين، انا زهقت من البريباريشن خلاص، هكسر ما بين الكربونه والان، بس خد بالك هنا الان اللي جوه الحلقه. دايما الان بتاخد ايه؟ اتش والكربونه سي ال، وانا في التفاعل بشيل اتش مع سي ال وخلص الموضوع على كده. مهم البريباريشن بس ما فيهوش حاجه، هكسر بس ما بين الان والكربون. عايز اتكلم على التسميه بتاعت المركب دوت والتسميه معانا، وكنا اتكلمنا على ترقيم حلقه الفينوثيازين قبل كده، زي اي ثلاث حلقات هبدا من الحلقه اللي على اليمين او الحلقه اللي على الشمال مش فارقه، هنرقم 1 2 3 4. السؤال هنرقم الحلقه اللي في النص ولا هنفوتها؟ هنرقمها، احنا دايما بنفوتها الا لو فيها ذرتين يطيروا، قلت لكم ساعتها لو نسيتوا افتكروا ان الاس شبه الخمسه، لازم الاس هنا تترقم 5، ادي السته وادي السبعه وادي الثمانيه وادي التسعه، ودايما الان في الحلقات دي لازم تكون عند رقم. معنى كده ان البيرنت بتاعك اسمه الفينوثيازين، وكل اللي جاي بعد كده هيبقى عند رقم 10، فهنكتب 10 ونفتح قوس كبير قوي. اخر حاجه ماسكه في رقم 10 ثلاث كربونات، 1 2 3، ثلاث كربونات مش يعني ايسايل، ثلاث كربونات يعني بروبايل، فعندي مجموعه بروبايل ماسكه في الفينوثيازين وعلى الاثنين بتاعت البروبايل، حد يعرف يقول اسمها على بعضها؟ باي ايسايل امين، الان العاديه ديت على سنجل اسمها امين، ومجموعتين السي اتش 3 تبقى باي ميسايل امين، فبنتكلم على باي ميسايل امين وعلى الاثنين بتاع البروبايل، وكل دوت على ال10 بتاعت الفينوثيازين، اسم هعرف الفه في الامتحان بشرط تاخد بالك ان الان بتاعت الفينوثيازين رقم 10، فعليها البروبايل وعليها الباي ميسايل امين. ده بروميفازين مركب من اهم المركبات في الكيمياء لانه بيفتح لي السكه لمركبات ثانيه كتيره، بس المركب ده في ثلاث كلمات نظري مهمين قوي، اولا هو اول مثال لتراي سايكليك، ثانيا هو الوحيد اللي برانشد والاكتيفيتي بتاعته، ثالث حاجه ان المركب ده علشان يشتغل انتي هيستامينك لازم الحلقات بتاعته تبقى ان سبستيتيوتد. ودي كلمه غريبه قوي، اصل احنا في كل الانتي هيستامينك كنا بنقول لو عملنا سبستيتيوت
سبستيتيوشن بنعمل ايه؟ بنزود ما عدا المركب ده، لو عملت له سبستيتيوشن الاكتيفيتي بتضيع خالص. المركب ده علشان يشتغل لازم حلقات البنزين تبقى فاضيه خالص. كلام هتعرفوه الترم الثاني معايا دقيقه. مركب اللي قدامك دوت لو حطيت عليه اي سبستيتيوشن زي الكلور ساعتها بيتحول انتي سايكوتيك. انتي سايكوتيك يعني يستخدم في علاج السايكوزس، في علاج الشيزوفرينيا. والمركب اللي قدامك ده هو نفسه بالكلور اسمه الكلوروبرومازين، لو انتوا بتاخدوا الكلام ده في الفرن. مركب ده هو نفسه لو حطيت عليه سبستيتيوشن مش هيشتغل انتي هيستامينيك اصلا، هيشتغل انتي سايكوتيك. فانا يلزمني النهارده الانتي هيستامينيك، علشان تبقى انتي هيستامينيك لازم الحلقه تبقى سبستيتيوتد ولا لازم تبقى ان سبستيتيوتد؟ لازم تبقى الحلقه. تعالوا نتكلم في الورق على رابع كلاس من الفيرست جينيريشن، وبنتكلم على الفينوسايازين ديريفاتيف، مركب مهم قوي اسمه البروميفازين. والبروميفازين في الاخر في الحلقه بتاعت الفينوسايازين والان رقم 10 عليها كربونتين ببرانش، ما تنساش ان هو الوحيد البرانش، وبعد كده الان ميسايل وميسايل، ده بقيه الاستراكشر بتاعه. في البريباريشن هنكسر ما بين ان الحلقه والكربونه اللي تحتها، ان اتشايا والكربونه سي ال، يبقى التحضير بتاعه هيبقى سهل. التسميه بتاعته معايا والمركب هيبقى على الفينوسايازين، وكل اللي جاي عند رقم 10 اخر القوس مجموعه بروبايل، وعلى الاثنين بتاع القوس عندي مجموعه باي ميسايل امايل. ثلاث كلمات نظري والثلاثه اهم من بعض. وهو اول مثال للتراي سايكليك انتي هيستامينيك، في امثله ثانيه كمان شويه. هو الوحيد اللي برانشنج والاكتيفيتي بتاعته عاليه، في برانشنج بس لسه الاكتيفيتي بتاعته عاليه، والاهم من كده انه لازم الحلقه بتاعته تبقى ان سبستيتيوتد، اصلها لو كان عليها سبستيتيوشن هتبقى انتي سايكوتيك بقى في حته ثانيه، فاحنا بنتكلم ان الحلقه لازم تكون انتي ان سبستيتيوتد علشان تبقى انتي استابل. حلو قوي الكلام على البروميفازين، لكن غالبا في الشيت مش هتسالكوا على البروميفازين، بصوا كده لو هتسالكوا عليها هتسال ازاي. بتوع الكيمياء جابوا البروميفازين دوت وعملوا كلمه مهمه قوي الدكتوره ايمان بتركز عليها. هنجيب البروميفازين ده ونعمل عمليه ايزوستريس. كلمه ايزوستريس اول مره نسمعها، لكن هتسمعها بجزء الدكتوره ايمان كتير وكتير شويتين. كلمة ايزوستريزم، كلام مكتوب في الورق ومكتوب جنبه بالعربي. كلمة ايزوستريزم يعني هتشيل مجموعة وتحط مجموعة بدلها، والمجموعة اللي بدلها دي لازم تكون قدها في الحجم أو في توزيع الإلكترونات. فهنشيل مجموعة ونحط مجموعة بدلها قدها في الحجم أو في توزيع الإلكترونات، وفايدة الايزوستريزم ده إنه ساعات بيزود الأكتيفيتي وساعات تانية بيقلل السايد افكت. لما بتغير مجموعة صغيرة كده في المركب ممكن تحسن الأكتيفيتي أو تقلل السايد افكت. من أشهر الايزوستريزم في الكيمياء نوعين هنعملهم النهاردة. من أشهر الايزوستريزم في الكيمياء نشيل ذرة السلفر ونحط مكانها كربونتين. الفكره هنا ان ذره السلفر ذره كبيره حجمها كبير، فحجم ذره السلفر قد حجم كربونتين. ممكن تشيل السلفر وتحط كربونتين بسنجل، وممكن تشيل السلفر وتحط كربونتين بدبل. لما هنتكلم في الاستراكشر كمان شويه هنقول ان انا شلت السلفر وحطيت مجموعه اي سايل، او شلت السلفر وحطيت مجموعه في نايل. شلت حاجه وحطيت حاجه شبهها هنا في الحجم، بنقول على العمليه دي اسمها ايزوستريز. ففي الايزوستريز هتشيل السلفر وبنحط مكانها كربونتين. خلينا على الصفوره. من ضمن الايزوستريز المهم ان احنا هتشيل النيتروجين وبنحط بدلها كربون على دبل بوند. التوزيع الالكتروني بتاع النيتروجين عامل زي كربونه الدبل بوند بالظبط، بنسميها اس دي 2 كربون. فالايزوستريز هتشيل حاجه وتحط حاجه شبهها، سواء كانت شبهها في الحجم او شبهها في توزيع الالكترونات، والشكلين اللي قدامكم دول من اشهر انواع الايزوستريز في الكيمياء. قبل ما اكمل الكلام بتاعي، دكتوره ايمان قالت لما هتجيب الشيت هتجيب اسئله مفتوحه، والاسئله المفتوحه ديت تقول لك اتكلم على البلس بتاعه الاماين والجايل ايثر، وانت تسمع لها مركبين ثلاثه بقى من اللي انت حافظهم. تقول لك اتكلم على الفيرست جينيريشن انتي هيستامينيك، ده سؤال مفتوح قوي مش هتتكلم عليه. لو حبيت تغفس عليكم قوي في الحته اللي بنتكلم عليها هتقول لك ارسم المركبات اللي جايه من الايزوستريزم بتاع البروميفازين ده. ايه بقى المركبات اللي جايبها من الايزوستريزم؟
عندي مركبين، واحد له تحضير وواحد له تسمية دلوقتي واحنا بنكمل كلام. فأهم حاجة هطلع بيها من تكملة الكلام، ممكن أقول لكم احفظوا الاستراكشرات، وهنقعد نحفظ في الاستراكشرات. بس الاستراكشرات اللي جاية كلها جاية من البروميفازين عن طريق إن أنا عملت ايزوستريس. تعالوا نجرب نعمل ايزوستريس كده للمركب اللي على السبوره ونشوف النتيجه بتاعتنا هتطلع ازاي. انا بتكلم هنا على السبوره. واحنا بنعمل الايزوستريس هنشيل ذره السلفر وبنحط مكانها ذرتين. خد بالك ان الحلقه كانت ثلاثيه، لما تشيل ذره وتحط مكانها ذرتين معنى كده بدل ما هتبقى حلقه ثلاثيه هتبقى حلقه. فهنشيل ذرة السلفر وبنحط مكانها مجموعة فينايل، هنحط مكانها دبل بوند، ودي حلقة البنزين التانية. فأول ايزوستريسم عملناه أنا شلت السلفر وحطيت مكانها الفينايل دي، في ايزوستريسم كمان أعمل إيه؟ هنشيل الـ N ونحط بدلها SG2 كربون، SG2 كربون يعني كربون على الدبل بوند. فشلت السلفر وحطيت الفينايل وشلت الـ N وحطيت مكانها الـ SG2 كربون. تالت تغيير عملته بس مش بتقول عليه ايزوستريس، ان انا هاخد الكربون تشين والان الاخرانيه وادخلهم جوه حلقه تيتير. دايما حلقه ثلاثيه فيها الان وعندها مجموعه الميثاين. الحلقه اللي فيها الان دي هنحتاج اسمها كمان شويه واحنا بنتكلم في الكيميكال نيم. الحلقه دي كان اسمها البيبريدين. بيبريدين هو نفسه بايريدين بس من غير روابط. بيبريدين زي السايكلوهكسان بس فيها الان بتاعته. مركب اللي قدامك ده فعليا في الكيمياء مع انه لكل الناس اللي قاعده مختلف تماما عن الاستراكشر التاني، بس في الكيمياء الاثنين دول زي بعض بالظبط. ازاي زي بعض بالظبط؟ عملت حاجه اسمها وفي الايزوستريس شلت الاس وحطيت مجموعه V9 وشلت الان وحطيت SG2 كربون وخدت الكربون تشين وحطيتها جوه حلقه. فعليا انا ما غيرتش حاجه في الكيمياء بتاعه المركب ده. ده هيبقى مركب انتي هيستامينك، ده يمكن الاكتيفيتي كمان بتاعته تبقى اعلى من البروميفازين ده. كويس. مركب اللي انا وصلت له دلوقتي لما شلت الاس وحطيت بدلها مجموعه الفينايل بالشكل اللي على السبوره، مركب هيبقى اسمه السيبرو التانيين، والمركب دوت هيبقى له بريماريشن واحنا بنكمل الكلام بتاعه. فالزبرو هيبتدين فعليا هيبقى جاي من الايزوستريسم بتاع مركب الفينوسايازين، المركب اللي موجود قدامي. شلت الاس وحطيت الفينايل، شلت الان وحطيت الاس بي 2 ودخلت الان الاخرانيه جوه حلقه عشان يطلع الرسمه اللي قدامي على السطور. مركب الزبرو هيبتدين والمركبات اللي شبهه معايا دقيقه. الكلاس بتاعتهم بالكيمياء بيقولوا عليها باي بنزو سايكلو، ساعات بيقولوا هبتان وساعات بيقولوا هبتين. حد يعرف امتى هتبقى باي بنزو سايكلو هبتان وامتى باي بنزو سايكلو هبتين؟ على حسب ايه؟ على حسب الدبل بوند اللي موجوده دي. لو قدمت الاس في رايل زي المركب اللي بتكلم عليه يبقى ده تقول عليه باي بنزو سايكلو هبتين. اما لو كانت سنجل بوند في المركب اللي جاي كمان شويه هتقول باي بنزو سايكلو فهبتان او هبتين على حسب الكربونتين اللي انت حطيتهم، هتحطهم على سجل ولا هتحطهم على دبل. تعالوا نبص الكلام ده مكتوب في الورق عامل ازاي. في الورق عندنا في رقم 5 بنتكلم على كلاس اسمها الداي بنزو سايكلو هبتان او الداي بنزو سايكلو هبتين، مره سجل ومره دبل. ومكتوب جنب العنوان دوت ان الكلاس ديت هتبقى ايزوستريك للفينوسايازين، وبالطريقه بتاعت الشين لو رخمت عليكم هتجيب لكم اللفظ ده. ارسم المركبات اللي ايزوستريك للفينوسايازين، ساعتها ارسم لها المركبين دول. يعني ايه كلمه ايزوستريك اصلا؟ مكتوب جنبها بالعربي، هتشيل مجموعه وبتحط مجموعه بدلها بيبقى ليها نفس الحجم نفس السايز ونفس توزيع الالكترونات. على الكلام دوت هنعمل مركبين. اول مركب اسمه السيبرو هبتادين اللي مرسوم جوه مربع عندكم في وسط البريماريشن كده مرسوم جوه مربع. ومركب تاني اسمه الازاتادين لسه ما اتكلمناش عليه بالتفصيل. جوه السيبرو هبتادين جوه المربع هتلاقيني كاتب الايزوستريزم بتاعك. انا شلت الاس وحطيت بدلها هنا زينه بالبوند سي اللي اسمها في نايل. فشلت السلفر وحطيت بدلها في نايل، ادي اول نوع من الايزوستريزم. وشلت الان من المركب اللي فات وحطيت اس بي 2 كربون، كربون على دبل بوند، ودوت تاني ايزوستريزم. تالت تغيير بقى ان الان من تحت دخلت جوه سايكل، حد يفتكر اسمها ايه قدام شويه؟
بيبريدين، كان اسمها البيبريدين، والان من تحت عندها مجموعه سي اتش 3. نفس مركب السيبروهيبتادين هتلاقيه هو نفسه الازاتادين اللي مرسوم جنبه. انا لسه ما رسمتش على السبوره، حد يعرف يبص في الورق على السيبروهيبتادين اللي جوه المربع والازاتادين اللي جنبه ويقول لي ايه الفرق؟ في فرقين. اول حاجه بدل الدبل بوند اللي لفوق هتبقى سنجل، بدل ما هي في نايل هنقول عليها اي صاير. حد خد باله من الفرق الثاني؟ ان حلقه البيريدين الحلقه اللي على الشمال هيبقى فيها ايه؟ كده انت رسمت لي الازاتادين، عايز تقول ايه؟ بصوا كده وانا مذاكر، انا جبت السيبروهيبتادين من المركب اللي قبله، معايا هنا دقيقه واحده. نفس السيبروهيبتادين دوت هرسمه، ادي الحلقه والحلقه السباعيه وحلقه البنزين ودبل بوند والحلقه اللي تحت زي ما هي بالظبط. شيل بس الرابطه اللي فوق وزود ان من هنا، يبقى انا بتكلم على الازاتادين. لو انت بتتكلم بالتفصيل الاثنين دول من كلاسات مختلفه. سيبروهيبتادين يبقى دايبنزو سايكلو، دايبنزو سايكلو هبتين. اما الازاتادين المركب الثاني دايبنزو سايكلو هبتان. فخد بالك ان في العنوان هبتان وهبتين، لو من فوق سنجل بوند يبقى تبع الهبتان، لو من فوق دبل بوند يبقى تبع الهبتين. فاحنا بنتكلم على مركبين شبه بعض، مجرد شلت الدبل بوند وحطيت الان بقينا بنتكلم على الازاتادين. عشان الكلام ما يدوش مننا هتلاقوا تحت الازاتادين اليوزز بتاعته عايزه تتسجل. كل المركبات دي انتي هيستامينك، انا مش معترض على كده، لكن في زياده مخصوصه بس للازاتادين هو انتي سيريتونين. بيعكس الاكشن بقى بتاع السيريتونين ويشتغل على السي ان اس والجي اي تي، وله استخدامات كتيره قوي تبع السيريتونين ده. فالاستخدام ده عايزينه يتحفظ لان استخدام غريب شويه، كل اللي فات انتي هيستامينك، لكن ده انتي هيستامينك مع انتي سيريتون. ده انا لسه في نفس الصفحه، عندي بريباريشن على السيبروهيبتادين وعندي التسميه بتاعت الازاتادين دي هتزودها على الورق دلوقتي. كله بيركز على السطور. كده احنا اتكلمنا ان احنا عندنا مركبين جايبينهم من الايزوستريسم بتاع البروميتازين. والتاني لو هي عايزه تجيب سؤال في الامتحان اكتب المركبات الايزوستريك للكيموسياسين واكتب البريباريشن بتاع واحد واكتب التسميه بتاعت التاني. فهو احنا عندنا بريباريشن بتاع المركب والتسميه هي مزودها في المحاضره للمركب التاني. وحتى البريباريشن دي فيها غلطه في الكتاب، فيعني اللي مذاكرها كويس او اللي هيحلها كويس هو عارف بقى هي قالت ايه في المحاضره، هو حضر المحاضره وعرف ايه الغلطات كمان اللي موجوده. واحنا بنتكلم على المركب بتاع السيبروهيبتادين دوت هنتكلم في اربع خطوات في التحضير وكلها خطوات سهله قوي، بس هي خطوه بس اللي جديده عليا. بصوا على السبوره لو بتحفظوا معايا. هبدا التحضير دوت من حلقه بنزين وحلقه سباعيه وحلقه بنزين، والحلقه السباعيه دي من تحت عندها دبل بوند. تعالوا نكتبها تاني عشان تبقى كبيره شويه، هنشيل ده عشان نبقى نرسمه تاني. واحنا بنتكلم تاني على البريباريشن، حلقه بنزين وحلقه سباعيه من فوق فاضيه ومن تحت دبل بوند او، وكمان حلقه بنزين. اول خطوتين في التحضير ده هيبقى الهدف ان احنا نكون فيها الدبل بوند من فوق. بمعنى اول خطوه في التفاعل بنحط حاجه اسمها ال NBS. NBS ده مركب بيدخل PR على الكربونه اللي جنب حلقه البنزين، جنب حلقه البنزين على السبوره. يعني انا في الامتحان ممكن ادخلها على الكربونه دي او الكربونه اللي الناحيه الثانيه، الاثنين زي بعض، ده او ده، بي ار واحده بس. فال NBS هتدخل بي ار على الكربونه اللي جنب حلقه البنزين. حد يعرف لو حطيت بيس في الخطوه الثانيه هتشيل ايه معايا؟ هتشيل بي ار مع اتش من الكربونه اللي الناحيه الثانيه ونعمل في النص دبل بوند. فكل اللي عملته في اول خطوتين ان ال NBS وبعدين البيز علشان نكون بس الدبل بوند من فوق، فانا كده ما عملتش حاجه زياده. الزياده بقى في الخطوه الثالثه اللي بتبقى صعبه على شويه ناس، معايا دقيقه؟ في الخطوه الثالثه هتجيب الحلقه اللي تحت زي ما هي عليها NBS صاير بس هتحط عليها NGBO. اي مركب فيه ام جي بي ار ايام الاورجانيك كان اسمه الجريجنرد ريجنت، والجريجنرد ريجنت لو اتكرر في الكيمياء هقول لك نفس الكيمياء اللي كنت نفس الكلمه اللي كنت بقولها لكم في الاورجانيك. اول ما تشوف الجريجنرد ريجنت ده المغنيسيوم ده ميتال، واي ميتال شحنه موجب، يعني اللي جنبه هيبقى والسالب هنا اللي هي الحلقه تهاجم الكربونه وتفك الربط على الاولى، الاولى واتكسرت ربط هتبقى او اتش، هي بتبقى سالب وبتاخد اتش من الميه علشان تبقى الاو اتش.
يعني المركب اللي وصلت له بعد الخطوة الغريبة دي، كل اللي عملته ان الحلقة بالجريجنر دريجن ده هجمة الكربونة، ودي الخطوة اللي فيها غلطة في الكتاب. الحلقة بتاعتي هجمة الكربونة وفكت الربط على الاو. الاو لما بتكتسب ربطة بتبقى او اتش. اخر خطوة عايزين نعمل دبل بوند بالطول، هتشيل ايه معي؟ هتشيل ايه معي؟ او اتش مع اتشاي وزير مية، ونعمل دبل بوند. فتاني اول خطوتين سهلين واخر خطوة سهلة، شلتي دايما مع الحتة بتاعت الجريجنر مع الـ MGDR. ده الـ MBS والبيز، MBS دخل BR والبيز شالت البR مع اتشاي وعملت ربطة. تعبت مع الحلقه اللي فيها الجريجنرد ديت، هجبت الكربونه وحولتها لـ OH، بعد كده شلت OH مع اتشاي وصلت للمركب الاخراني. بريماريشن مهم، هيفضل طول عمره مهم، قبل الشيت وبعد الشيت هيبقى مهم. واحنا بنتكلم على السيبروهيبتادين في البريماريشن، بدات بحلقتين بنزين وحلقه سباعيه من تحت دبل بوند او. شكل البريماريشن كتير في الورق بس هو فعليا خطواته سهله. اول خطوتين الهدف منهم، اول خطوتين الهدف منهم نكون الدبل بوند. فحطينا ال NBS هتدخل BR على الكربونه اللي جنب حلقه البنزين، سواء الكربونه اليمين او الشمال، الاثنين صح. بعد ما دخلت البR هتحط البيز، بتشيل BR مع اتش من الكربونه اللي جنبها وتعمل دبل بوند. انا كده خلصت من الدبل بوند اللي لفوق. تالت خطوة بقى اللي محتاجة شوية تركيز، هتدخل نفس الحلقة اللي تحت بس نزود عليها MGBR اللي هو الجريجنرد ده. ودايما في الجريجنرد المغنيسيوم موجب وبتطلع بتخلي الحلقة اللي جنبها سالب، والسالب هي اللي هتهاجم الكربونة بتاعت الدبل بوند او وتحولها لـ OH. لو خدت بالك من خطوة الـ OH يبقى الخطوة الأخرانية سهلة. فهنشيل OH مع اتش من الكربونة اللي تحتها ونعمل دبل بوند. ده كده بالنسبة للمركب الأولاني السيبروهيبتادين. عايزين نتكلم بقى على الأزاتادين ونزود التسمية بتاعته في الورق، في ظهر المذكرة، في صفحة كده على الجنب، عايزين نكتب الاسم ده مع بعض، والاسم ده مهم، عايز نتكلم عليه بالتفصيل في المحاضرة. واحنا بنتكلم في الأزاتادين علشان ما تدورش في الكلام أرجع أقول أنا بذاكر الكيمياء بالطريقة دي. أزاتادين هو نفس المركب اللي على الصفورة اللي قبله، بس إيه الفرق؟ هتشيل الدبل بوند وتزود ان. ده كل اللي عملته ان انا شلت ربطه وحطيت الان، يبقى احنا بنتكلم في الازاتادين. والازاتادين عايزين تكتب التسميه بتاعته، ومحدش يكتب معايا وانا ببدا الكلام عشان هشرح حاجات وبعدين اشطبها ونكتب الصح بعد كده، عشان محدش يتلخبط ومحدش يكتب حاجه. ساعه ما اخلص الاسم الكبير كله على بعضه هتسيب وقت ننقله كلنا، بلاش حد يكتب لو سمحت. واحنا بنتكلم في التسمية دي بنتكلم في ثلاث حلقات لازقين في بعض، علشان نعرف نسمي المركب ده هنفصل الثلاث حلقات عن بعض. ادي حلقة البيريدين، ودي مكان الجنكشن بتاعتها، مكان الرابطة بتاعتها. ودي الحلقة السباعية ماسكة من الناحية دي في البيريدين وماسكة من الناحية الثانية في حلقة البنزين. وديت حلقة البنزين بالرابطة بتاعتها. فاحنا بنتكلم دلوقتي على ثلاث حلقات، حلقه بيريدين وحلقه سايكلوهيبتان وحلقه بنزين. احنا بنتكلم على حلقه هيتيرو وحلقتين مش هيتيرو، دي الاهم. الهيتيرو لازم تبقى الهيتيرو هي الاهم. فبترتيب التسميه البيريدين هيتكتب في الاخر، قبله هيتكتب السايكلوهيبتان هي الحلقه السباعيه، وقبله هيتكتب البنزو. فهو بالترتيب بنزو ماسكة في السايكلوهيبتان، والسايكلوهيبتان هو اللي ماسك في البيريدين، بس عندنا قوسين علشان توضح أماكن الروابط ديت عاملة ازاي. علشان نقول السايكلوهيبتان ماسك في البيريدين ازاي، احنا عايزين نكتب قوس، والقوس ده عبارة عن رقمين وحرف. أيام الأورجانيك أيام زمان لو عندي تسمية لحلقات يديره كنا بنبني للروابط حروف، بمعنى هبدأ من عند الـ N ديت، أول ربطة بعد الـ N اسمها الـ A، تاني ربطة اسمها الـ B، تالت ربطة اسمها الـ C، الحروف على الروابط نفسها. بعد كده إن الجنكشن بتاعتي الربطة اللي ماسكة في السايكلوهيكسان، السايكلوهيبتان اسمها B، اسمها B، الربطة رقم B. فالحروف بتاعتي بنديها للروابط والجنكشن بتاعتي عند رقم B. هنيجي على السايكلوهيبتان ونرقم 1 2 3 4 5 6 7. وش معنى رقمت من دي رقم واحد؟ لان دي اللي ماسكه من عند البيريدين، دي اللي ماسكه في الهيتيرو بتاعتك. معنى كده ان الجنكشن من عند البيريدين ده بين كام وكام؟ 1 و2.
ده واحد واثنين بي ما بين السايكلوهيمتان والبايريدين، يعني اول كربونتين في السايكلوهيمتان ماسكه في الرابطه الثانيه في البايريدين. السؤال ما بين البنزين والسايكلوهيمتان، ماسك البنزين في رقم كام في السايكلوهيمتان؟ 5 و6. طب هنرقم حاجه للبنزين؟ قلنا مش فارقه. ليه؟ اصل البنزين 6 كربونات كلهم زي بعض، فمش هتفرق ارقام على البنزين. سايكلوهيمتان اضطريت ارقمه لانه ماسك في حلقتين، ماسك في البايريدين من ناحيه وماسك في البنزين من الناحيه الثانيه. كل اللي على السبوره ده انا بعتبره البي رد بس. فالبي رد بتاع التسميه اللي انا عملته ان انا وضحت الحلقات ماسكه في بعض ازاي، بس اللي عماله تكتب في حاجات هتتغير فبعد اذنك عشان ما تقعدوش تشططوا. البيرت اللي قدامك دوت كل الهدف منه يوضح ازاي البنزين ماسكه في السايكلوهيمتان وازاي السايكلوهيمتان ماسك في البايريدين، مش اكتر من كده. بعد ما خلصت كتابه البيرت عايزين نتكلم على السبستيتيوشن، والسبستيتيوشن هنا هو الجزء اللي موجود تحت ده. وعلشان نتكلم على السبستيتيوشن هنتكلم في ترقيم الحلقه كله على بعضه. في ترقيم الحلقه على بعضه ماليش دعوه باللي عملته هنا. اللي انا عملته هنا الحروف والارقام دي كل فايدتها ان انا اطلع الجزء بتاع الجنكشن بس، لكن عايز تعرف مكان السبستيتيوشن لازم نرقم الثلاث على هيك. الترقيم هنا هيبدا من عند الان رقم 1 2 3 4، هنعد على الكربونتين دول عشان حلقه سباعيه. 5 6، بتكلم في الحلقه كلها على بعض. 5 6 7 8 9 10، يبقى دي رقم 11. يبقى الحته اللي تحت ديت جايه من عند رقم 11. تاني اللي فات ده علشان نطلع الاقواس بس نوضح هي ازاي ماسكين في بعض، لكن عشان اطلع السبستيتيوشن رقمت الحلقه على بعضها والجزء الزياده دوت جاي عند رقم 11 وفتحت قوس كبير قوي. اللي ماسك في رقم 11 الحلقه دي قلنا اسمها من شويه كانت وحلقة الببريدين، وانت بترقمها بتترقم من عند الان 1 2 3 4. معنى كده ان رقم 1 في الببريدين عندها مجموعة ميصايل، دي سهلة، 1 ميصايل ببريدين لحد كده مفيش مشكلة. المشكلة الكبيرة جدا هنا ان انا ما ينفعش اقول ببريدين كذا، ما ينفعش تقول بيرت على بيرت. حد يفتكر لو عندي هيتيرو، ما هو مرة قصة الدكتور طارق، لو عندي هيتيرو عايز اسميه على بيرنت تاني عشان اوضح ان هو سبستيتيوشن نزود له واي ان. الواي ان ديت الفايده منها انها تعرفني ان الحلقه ديت ماسكه في حاجه، بس السؤال هي ماسكه من عند رقم كام؟ 4. فهي بتبدا الترقيم من عند الان 1، حلقه ببريدين ماسكه من عند رقم 4، فهتقول ببريدين 4 وايل. بس استنى، 4 وايل دي يعني ماسكه في سنجل بوند، ودي مش ماسكه في سنجل بوند، ده ماسكه، وعلشان هي ماسكه في دبل بوند في التسميه ديت هتزود كلمه واي لديد. الايدين اللي في الاخر ديت وايل علشان هي عامله سبستيتيوشن، الايدين اللي في الاخر دي علشان هي ماسكه في دبل بوند. الناس اللي عماله تتكلم مش عايزين تذاكروها براحتكم، بس لما تلاقي عليها 5 درجات في امتحان الشيل محدش يرجع يزعل. قعدت في المحاضره تتكلم كتير في تسميه زي كده، هتزودها ليه عن الكتاب او عن المحاضره لو مش عايز تسال فيها؟ فاحنا بنتكلم في البيرنت بتاعنا، بنزو كذا كذا كذا، ده البيرنت كله. واحنا بنتكلم في السبستيتيوشن، السبستيتيوشن بتاعي كله جاي عند رقم 11، وعند رقم 11 واحد ميصايل ماسكه في حلقه الببريدين. بس الببريدين لانها عامله سبستيتيوشن من عند رقم 4 فالمفروض اكتب 4 وايل. بس لقيت السبستيتيوشن على دبل بوند فزودت كلمه ايدين. تاني الوايل يعني ماسكه في حاجه، وايدين ديت يعني ماسكه في حاجه على الطريق دبل بوند. لسه التسميه ما خلصتش. في التسميه ديت المفروض تزود الذرات الساتيوريتد، والذرات الساتيوريتد هي الذرات اللي مش عليها دبل بوند جوه الحلقه. هنا رقم 11 عليها دبل بوند بره الحلقه، فهتتعامل معاها ان هي ذره ساتيوريتد. وانا ببص على الذرات الساتيوريتد بعتبر ان مفيش سبستيتيوشن، مفيش حاجه ماسكه عندي. واحنا بنتكلم على الساتيوريشن هنتكلم ان في 3 ذرات مش عليهم دبل بوند جوه الحلقه، هي رقم 5 ورقم 6 ورقم 11. 3 ذرات دول وهم بيتكتبوا لو احنا بنتكلم بالطريقه بتاعت الدكتوره بتقول 6 و11 باي هيدرو و5 اتش. الفكره ان احنا ما ينفعش نقول تراي هيدرو، كلمه باي هيدرو تترا هيدرو بتبقى جايه ان
انا شلت ضابط بند وحطيت اتشات. لكل ضابط بند بتشيلها بتحط كام اتش؟ 2. لازم عدد زوجي. لو انت بتتكلم على الباي هايدرو، كيف التسميات باي هايدرو؟ في تترا هايدرو، في هيكسا هايدرو لو انت عايز، بس مفيش تراي، مفيش بنتا، مفيش عدد فردي في كلمه هايدرو دي. فهتكون على ذرتين باي هايدرو على اساس انها جايه من الضابط بند، والذره الثالثه تحط جنب الرقم بتاعها اتشان. وانت بتكتب الارقام ديت تخبط في الارقام زي ما انت عايز. تاني اللي على الصنبوره ده الكلام بتاعها في المحاضره، 6 و11 باي هايدرو و5 اتش. ممكن انا اكتبها 5 و6 باي هايدرو و11 اتش، صح. ممكن اكتبها 5 و11 باي هايدرو و6 اتش. التلات ارقام قسمهم زي ما انت عايز، بس بنكتب على رقمين باي هايدرو والرقم التالت بيتكتب عليه اتش. والاصح ان الباي هايدرو ده بيتكتب قبل البيرد، يعني ترتيب الكتابه السبستيتيوشن 11 كذا، بعد كده الساتيوريشن الذرات اللي مش عليها ضابط بند جوه الحلقه، وبعد كده البيرد اللي موجود عندي. اكتب التسميه دي لو سمحت. تاني علشان الناس الكتير اللي هي في دماغها تطنشها عشان تسميه ملهاش لازمه، بتوع الكيمياء الحمد لله الحمد لله يا رب، وفي كتلات دماغهم صغيره فعليا، ممكن تلاقي الدكتوره ايمان عليها 10 درجات حتى 5 درجات من الامتحان بتاعها على التسميه بس. فرقم 11 عليها 1 ميثايل بيبريدين الحلقه، والحلقه ماسكه من رقم 4 فبقت 4 وايل، وماسكه من دبل بوند فبقت وايلتين. 6 و11 باي هايدرو و5 اتش هي الذرات الساتيوريتد اللي جوه الحلقه، لازم رقمين يتقال عليهم باي هايدرو والرقم الثالث يتقال عليه اتش. البيرنت اللي بيتكتب في الاخر هو البنزو والسايكلوهيبتان والبايودين، بس لازم نوضح الارقام. بنزو ماسكه ب 5 و6 بتاعت السايكلوهيبتان، والواحد والاثنين بتاع السايكلوهيبتان ماسك في البي بتاعت البايوتين. ارجع في نفس الكلمه اللي بقولها، لو ما سالتش على التسميه والبريماريشن بتاع المركبين دول هتقول لك اتكلم على الايزوستيريزم بتاع البروميفازين بتاع المركب اللي فات. واكتب بريماريشن لمركب واكتب تسميه لمركب تاني. فالكلام اللي زودته في المحاضره تحضير السايكلوهيبتادين والتسميه بتاعت الازاتادين، هضطر ارسم استراكشرين واكتب بريماريشن لده واكتب تسميه لده. كده احنا خلصنا الفيرست جنريشن وعايزين نتكلم على السكند جنريشن. طيب على بقيه الناس تكمل كتابه بلاش كلام لو سمحت. واحنا بنتكلم على السكند جنريشن الدكتوره بتبدا الكلام بكلمه نظري غريبه كده شويه. في السكند جنريشن بتقول ان المركبات دي سيميلر فارماكولوجيكالي لكن مش سيميلر استراكشرالي. مقصود ايه بالكلام ده؟ المركبات دي شبه بعض في الفارماكولوجي، الفارماكولوجي مقصود بيها هنا اليوزز، لكن مش شبه بعض في الاستراكشرات. وايه اليوزز بتاعت المركبات دي كلها؟ هتبقى انتي هيستامينيك بس من غير حاجه ثانيه، من غير انتي كولينرجيك، من غير انتي اميتيك، من غير سيداتيف، من غير بقيه الاستخدامات. فهي شبه بعض في الاستخدام، هي انتي هيستامينيك من غير سايد افكت، لكن مش شبه بعض في الاستراكشرات. ودي بتتكلم فيها على الفيرست جنريشن. كل المركبات بتاعت الفيرست جنريشن 20 مركب 25 مركب عندي في المنهج، غير 50 مركب مش في المنهج، كلهم طالعين من استراكشر واحد كونكتنج جهاتهم، عندها مجموعتين قرايب وبقيه الاستراكشر. سكند جنريشن مالوش جنرال استراكشر. فالفيرست جنريشن كانوا زي بعض الاستراكشرات، السكند جنريشن مش زي بعض الاستراكشرات. لو بنقرا مع بعض الكلمه اللي مكتوبه على السكند جنريشن، هي مركبات نون سيديتد ما
مكتوب جنبها similar pharmacologically than structurally. سب شبه بعض في uses لكن مش شبه بعض في ال structure زي first generation. First كان كلهم جايين من شكل واحد، السكند مش كده. عندكم ثلاث مركبات في المنهج والثلاثة مختلفين تماما عن بعض. مكتوب تحتهم ان كل المركبات ديت هيبقى ليها ليتل افكت على الاذر ريسبتور ذان الاتش واحد، يعني استخدامها الاساسي على الاتش واحد، مش هتروح تشتغل انتي كولينرجيك ولا انتي تصف ولا انتي كذا. فليها ليتل افكت على الاذر ريسبتور ذان الاتش واحد، فمعنى كده ان هي اقل في السايد افكت، والاهم من كده ان هي مركبات بولر، ولانها بولر مش هتعدي البلاد برين بارير. طب ايه مشكلتي مع البلاد برين بارير؟ اخر حاجه في السايد افكت في الفيرست جينيريشن كانت بتعمل سيديشن. المركبات دي لانها بولر مش هتعدي البلاد برين بارير فمش هتعمل سيديشن. عشان كده لو رجعت للعنوان السكند جينيريشن بيتسمى مام. ليه بقى مام سيديتنج؟ لان احنا هنتكلم في مركبات بولر دلوقتي، هنركز في الكيمياء على المركبات البولر. تمام؟ كل الناس خلصت التصميم الحقيقي مش كده؟ تعالوا بقى نتكلم على السكند جينيريشن. والسكند جينيريشن عندكم ثلاث استراكشرات، اول اثنين حفظ والثالث ايدنتيفور، الثالث مش حفظ. واول مركب عندنا هنتكلم على حاجه اسمها الفيكسوفينادين. اسمع لو سمحتوا على الصبور. واحنا بنتكلم على الفيكسوفينادين عايزين نتكلم على الجزء اللي شبه الانتي هيستامين، ماليش دعوه باللي في الورق دلوقتي. بص دقيقه، في الفيكسوفينادين عندي كربونة عندها حلقتين بنزين وماسكة في حلقة سداسية فيها إيه؟ المركب لحد كده ممكن يشتغل كأنتي هيستامين. إزاي؟ على أساس إن الكربونة اللي أنا رسمها دي مين؟ الإكس دي الكونكتنج أتوم بتاعتي عليها باي، وعندك كربون تشين، وبعد كده الإن اللي هتبقى إن بيزك اللي هي البيزك امين او التيرمينال امين. مركب لحد كده ده الاساس بتاع الاستراكشر بتاعك، ده اهم حاجه في الاستراكشر بتاعك. وانت بتكمل بقى الفيكسوفينادين الكربونه عندها مجموعه او اتش. بعد الاند ديت هيبقى عندي اربع كربونات في العدد 1 2 3 4. الكربونه الرابعه عندها كمان مجموعه او اتش، ترسمها او تنساها مش مشكله، لكن المهم بعد الكربونه الرابعه حلقه بنزين وكربونة عندها ميصايل وميصايل وسيوتش. المركب دوت فيه حتتين مهمين. اول حته الجزء اللي على الشمال اللي مرسوم بالاصفر على السبوره، لان الجزء دوت هو اساس الاكتيفيتي بتاعتك، من غيره المركب ده مش هيشتغل انتي هيستامينك اصلا. مركب دوت عنده مجموعتين او اتش ليهم فايده، بس الفايده الاساسيه للاو اتش ان هما مع السيوتش. مجموعات الـ OH ومجموعات الأسل، مجموعات بولر ولا نون بولر؟ هستفاد إيه إنها بولر؟ مش هتعدي البولر. ما هو تاني لازم تبص على الجزء البولر في المركب بتاعك، أساس الجزء البولر في مجموعة الأسل، وممكن تقول عليها مجموعات الـ OH كمان، لأن بولر مش هيعدي البلاد برين بارير، وعلشان كده المركب دوت بيتقال عليه نون سيديتنج أنتي هيستامينك. بتبص على السبورة ككلام في الكيمياء بتقول لي ان الفيكسوفينادين دوت جايبينه من مركب قبله اسمه التيرفينادين. التيرفينادين مركب اكتشفوه في الثمانينات كده او اول التسعينات، كان الاكتيفيتي بتاعته كانتي استامينك عاليه قوي. التيرفينادين ده نفس الاستراكشر اللي على السبوره بالظبط، بس بعد حرقه البنزين كربون عندها ميصايل وميصايل وميصايل، كربون عليها 3 سي اتش سي. التيرفينادين دوت مركب انتي هيستامينك لكن كان له سايد افكت عاليه جدا، انه بيعمل كارديو توكسيستي، بيبوظ في القلب. قعدوا يدوروا ورا الترفينادين دوت، اكتشفوا ان الترفينادين مش هو نفسه اللي بيشتغل، الترفينادين ممكن نعتبره برو دراج. الترفينادين نفسه بيعمل كارديو توكسيستي ولسه هيتحول لحاجه بتدي الانتي هيستامينك اكتيفيتي. طب وايه وجع القلب ده؟ بدل ما تاخد الدواء اللي بيعمل مشاكل ولسه هيتحول لحاجه ثانيه، قول على طول ناخد البرو دراج ولا ناخد الاكتف ميتابولايت؟ والاكتف ميتابولايت دوت سميناه. فالفيكسوفينادين هو الاكتف ميتابولايت بتاع الترفينادين اللي ما بيعملش كارديو توكسيد. قعدوا يدوروا ورا مركب الترفينادين، اكتشفوا ان مجموعه الميصايل اللي جوه الجسم بتتاكسد، خطوات الاكسده مش مهمه. بتتحول الاول للسي اتش 2 او اتش، وبعد كده بتتحول لمجموعه الاسيد. الشكل بتاع الاسيد هو الاكتف واللي ملوش سايد افكت. طب انا ايه اللي هيخليني اخد مركب
لسه هيتحول للاكتف وبيعمل كارديو توكسيستي. طب ما ناخد الاكتف على طول اللي ملوش سايد افكت اللي اسمه تالفيكسوفينادين. عندنا في الورق استراكشر معانا، التسميه مش معانا، التسميه ملغيه. وفي الاستراكشر ركز في الجزء اللي على الشمال، الحته بتاعت الانتي هيستامين كربون عندها حلقتين بنزين، والحلقه السداسيه اللي فيها الانت بعد كده اربع كربونات بالعدد، اربع كربونات، والكربون الرابع عليها حلقه بنزين وسي عليها سي اتش 3 وسي اتش 3 ومجموعه الاسيد. مهمه بقى مجموعه الاسيد دي، تسميه مش معانا، لكن في الان دي بي مركب ده يعتبر الميتابولايت بتاع الترفينادين، مركب اصلا كان انتي هيستامين. فالدواء بتاعي ميتابولايت الترفينادين اقل في الكارديوتوكسيستي، وعلشان كده بيستخدم في السيزونال الرجي، بيستخدم في الحساسيه. شكله ايه الترفينادين ده؟ بتقصيه نفس الاستراكشر بس اخره سي اتش 3. فتاني بدل ما اخد الترفينادين اللي بيعمل مشاكل، انا باخد الاكتف فورم بتاعي الترفينادين. بدل ما احنا بنتكلم على الفيكسوفينادين، هنتكلم في رقم 2 المركب الاهم، والمركب الاهم اسمه الدوراتيدين. معظم الادويه بتاعت الحساسيه في الصيدليات بيبقى فيها الدوراتيدين دوت. لو حد سمع عن الكلاريتين، لو حد سمع عن التلفاز، معظم حاجات الحساسيه اللي بتتكتب دلوقتي بيبقى فيها الدوراتيدين ده. وعلشان اعرف ارسم لكم الدوراتيدين على السبوره، انا هضطر المركب كان في الصفحه اللي فاتت. بصوا كده، مركب اللي احنا كنا لسه بنكتب التسميه بتاعته، شلنا الدبل بوند وحطينا ان، وبقيه الاستراكشر بالشكل ده. مركب الرخم اللي كان له التسميه من شويه كان اسمه الازاتيدين. مركب الازاتيدين دوت لو انت عدلت فيه شويه هتتكلم على اللوراتيدين. بصوا لي كده التعديلات عامله ازاي. ازاتيدين دوت هتحط عليه الاول مجموعه كلور، وعلى فكره المركب اسمه اللوراتيدين، لور ديت جايه من مجموعه كلور، كان هم شالوا السي اتش اللي في الاول، فاللوراتيدين علشان الكلور، بس مش الكلور اللي مهمه، بس الحته المهمه ان الان اللي تحت بدل ما عليها ميثايل عندها مجموعه اسمها الكربامين. مجموعه الكربامين ديت سي دبل بوند او بعدها او، وعلشان يبقى زي الورق هي سي 2 اتش 5. ومجموعه الكربامين دي هي المجموعه البولر. ايه الفايده ان انا استفاد ان دي مجموعه بولر؟ مش هتعدي بلاد برين بارير، فالمركب دوت مش هيروح للسي ان اس، وعلشان كده تاني هو مام سيديتي. فعليا الدوراتيدين بالظبط زي الازاتيدين، غيرت كام حاجه؟ اتنين بس، زودت كلور وزودت من تحت مجموعه الكربامين. بصوا بقى على الحته المهمه، مركب اللوراتيدين ده كمان ممكن نعتبره برود راك، لانه جوه الجسم بيحصل له ميتابوليزم. الناس كلها بتبص، هنشيل مجموعه الكربامين اللي تحت دي وبنحط مكانها اتشايه. والمركب اللي بيتكون دوت اسمه الديس لوراتيدين، وده الاكتف فورم بتاعتي. شكل الديس لوراتيدين مش صعب، هو نفس المركب اللي قبله من غير مجموعه الكربامين. الحته اللي دايما بتسال عليها في الام سي كيو في اخر السنه، بصوا كده، علشان اللوراتيدين يتحول للديس لوراتيدين، بيحصل هنا هيدروليسيس ولا بيحصل اكسده ولا بيحصل اختزال ولا بيحصل مش عارف ايه، بتاكد قوي ان بيحصل اكسده. خطوات الاكسده نفسها مش مهمه، يعني هيبقى في رسمه في الورق ما بين قوسين ان في كربونه هنا بتاخد او اتش الاول، دي رسمه ملهاش لازمه. لكن مهم قوي وانا بكتب المعادله دي، واحنا كلامنا على الشيت دلوقتي، مهم قوي وانا بتكلم على اللوراتيدين يتحول للديس لوراتيدين، لازم على السهم تكتب بيحصل اوكسيديشن ولا هيدروليسيس، بيحصل اوكسيد. ففي التفاعل بتاع ان انا بشيل الكربامين ده بدايته اكسده، الاساس بتاعه بيبقى اكسده. بنتكلم في تاني مركب من السكند جنريشن، مركب مهم، لوراتيدين. واللوراتيدين عباره عن نوع من انواع الباي بنزو سايكلوهيبتان، وشبه الازاتيدين. وزي ما عملنا على السبوره زودنا الكلور، عشان كده بقى الفلورا دي لور من الكلور اللي بتزود الاكتيفيتي في الورق، والان عندها مجموعه الكربامين، والكربامين دي علشان بولر جروب فبتقلل السايد افكت بتاعتها. لوراتيدين لو شلت الكربامين هيتحول للديس لوراتيدين. الرسمه اللي تحت اللي بخط ايدي دي مالهاش لازمه، انت بالاكسد في الكربونه وبتدخل ويتش مالهاش لازمه. لكن اللي له لازمه ان اللوراتيدين للديس لوراتيدين على السهم لازم نكتب اوكسيديشن. للناس اللي بتذاكر بالتفصيل قوي، الديس لوراتيدين هيبقى زيه بس هنرجع دبل بوند في الحلقه السبعيه.
فهتلاقي ان احنا شلنا الكربامين والدبلبوند رجعت في الحلقه تاني من فوق. السهمين في الورقه هم الاختلافات بتاعتنا. ثالث مركب عندنا في السكند جنريشن اسمه السيتريزين، والسيتريزين دوت مركب المفروض ان هو مش حفظ المركب ده ايدنتيفاي. ولما بتقول ان المركب ده ايدنتيفاي هي بتضحك عليك والحمد لله. معايا كده دقيقه اشمعنى بتضحك عليك؟ الكلام لازم تعرفوه. بصوا كده، مركب مش هيترسم ستراكشر في الشيت، ده خلاص اكيد مش هنرسم المركب ده، بس ليه لازم اخد بالي من الكلمه دي؟ اسمع، واحنا بنتكلم الحصه اللي فاتت في الفيرست جنريشن اتكلمنا على كلاس اسمها الايسيلين ديامين. في الكلاس بتاعت الايسيلين ديامين كانت الاكس بتاعتي عباره عن ان، وفي الغالب كانت بتبقى الكربونيت شين كربونتين، وكان بيبقى بعد كده الان البيزك بتاعتي. كان اساس الكلاس دي ان انا بوصل الاثنين ان دول بكربونتين كمان، كنا بنطلع حلقه لو حد فاكر كان اسمها حلقه فيبرازين، دي حلقه الفيبرازين اللي كان اسمها سايكل الايسيلين دايرين. في حلقه الفيبرازين كنا بنقول ان الان دي ما عندهاش ربطتين كمان فبنحط ميثايل واحده. من الناحيه الثانيه المفروض يبقى فيه فينايل وبنزايل، لكن لانها رابطه واحده شرحنا الحصه اللي فاتت ان نفس الكربونه بتشيل الاثنين فينايل، والمركب ده اسمه في المنهج ده عليا حفظ كان السايكليزين. والسايكليزين دوت لو زودت عليه كلور كان اسمه الكلورو سايكليزين، والكلورو سايكليزين كان لهم بريباريشن عندنا في المنهج، انا بكلمكم في الصفحه اللي فاتت وكلام حفظ وكلام مهم قوي. حلو كده؟ على السبوره ده اسمه كلورو سايكليزين. لو جيت على الكربونه ديت خليتها كربونتين واو واسيتك اسيد بنتكلم على السيتريزين. السيتريزين فعليا في المذاكره هو نفس الكلورو سايكليزين، هو نفس اللي انا حافظه بالظبط قبل كده، الفرق الوحيد ان احنا زودنا السلسله على الان دي مش اكتر من كده. الكلورو سايكليزين ده كان اخره ميثايل، لكن هنا حطيت حاجات تانية مش مهم تحفظها لان الاستراكشر مش حفظ، بس مهم تاخد بالك من الفرق. فالمركب دوت هيبقى شبه الكلورو سايكليزين شبه الفيرست جنريشن، بس زودت عليه سلسله واحنا بنكمل كلام. طبعا المركب دوت اخره مجموعه اسيد، ايه فايده مجموعه الاسيد؟ انها مجموعه بولر، ولانها بولر مش هتعدي السي ان اس. معايا دقيقه؟ حاجه زي اللي شرحتها في المركب الاولاني كده. بص هنا بتقول لي ان المركب ده لو هو نفسه بس بعد الاو كربونه وسي اتش 2 او اتش كان مركب اسمه الهيدروكسي زين، والمركب دوت كان انتي هيستامينك برضه بس السايد افكت بتاعته عاليه قوي. بدل ما تاخد المركب اللي له سايد افكت عاليه خد الميتابولايت بتاعه، ما هي كربونه القلب خد دي لما بتتاكسد بتتحول ليه؟ للسيوج. فالمركب ده بيعتبر ميتابولايت من الهيدروكسيزين، والهيدروكسيزين ده ما عادش حد بيستخدمه علشان السايد افكت بتاعه. تاني حاجه شبه الاولانيه كده هو جاي من مركب قلب. فبنتكلم في رقم ثلاثه في السيتريزين، مركب مش حفظ والتسميه مش معايا. لكن المركب دوت شبه الكلورو سايكليزين بس زودت البرانش بتاعه. في الكاركترز هو اقل في السايد افكت السي ان اس والكارديو فاسكولار علشان هو بولر، مكتوب ان هو البرايمري ميتابولايت بتاع الهيدروكسيزين كان انتي هيستامينك برضه بس السايد افكت بتاعته كانت عاليه قوي. قبل ما نخش في كلاس كمان طب بنتكلم في الشيت ان الامتحان كتابه. لو قالت لك في الامتحان بتاع الشيت وده سؤال احتماله كبير قوي اتكلم على السكند جنريشن انتي هيستامينك. لو قالت لك اتكلم على السكند جنريشن انتي هيستامينك كل الناس الطيبه هتروح ترسم رقم واحد ورقم اثنين علشان هم الحفظ وتطنش ثلاثه. غلط. واحد هيترسم له ستراكشر، اثنين هيترسم له ستراكشر، ثلاثه مش عليا ستراكشر لكن عليا اسم. لازم تقول لها ان في مركب اسمه السيتريزين، ولو كتبت لها تحته ان هو جاي من حاجه اسمها الهيدروكسيزين يبقى كتر خيرك قوي، ما ترسمش هنا ستراكشر، انا عارف انه مش عليك، لازم تكتب الاسم. مش معنى ان هو ايدنتيفاي مش ان انا ما ابصش فيه خالص، معنى ان هو ايدنتيفاي قبل الشيت مالكش دعوه بالستراكشر، بس اعرف هو تبع ايه، تبع عند البص. ماشي كده؟ ففي السكند جنريشن في ستراكشرين هيتحفظوا والستراكشر الثالث مش حفظ. لسه الكلام بتاعنا على الانتي هيستامينك، وقبل ما نتكلم على البلس الجديده تعالوا نرجع مع بعض كده الاول المذكره. معايا دقيقه؟
فأول المذكرة خالص كنا بنقول إن المركبات دي كلها كانت أنتي هيستامينك، يعني بتستخدم في علاج الحساسية. وعلشان تستخدم في علاج الحساسية كانت بتروح تقفل ريسبتور اسمه H1. فلما بتقفل الـ H1 ريسبتور أنت كده بتعالج الحساسية اللي عندي دلوقتي. بس السؤال، لو انا عايز امنع الحساسيه تجيلي كمان يومين، كمان 3 ايام، لو انا عايز اعمل بروفلاكسس من الحساسيه هعمل ايه؟ هو في ناس بتعرف ان الحساسيه بتجيلها كمان يومين او 3 ايام، وبالذات في الجو اللي احنا فيه دوت مع حرق الرز والسقعه والحر والكلام ده كله، في ناس عندها ازمه ده مرض. انا مش مجرد ما هشم شويه تراب اكح يبقى انا عندي ازمه، لا، في ناس لو شمت شويه تراب بيحصل برونكو كونستريكشن، البرونكاي بتقفل ممكن يموت وهو واقف في مكانه، ده ما فيهوش هزار. بيجي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي اللي بيشم فيه دخان رص واللي بيشم فيه تراب وبيشم فيه كذا، لازم تديله حاجه بتعمل بروفلاكس. انت لو استنيت جات له النوبه بتاعت الرجل يبقى انت بتتكلم انت هيموت يا اما هيخش عنايه مركزه. انا لازم اديله حاجه تمنع الحساسيه تهدي. بس السؤال، ازاي نمنع بقى الحساسيه النهديه؟ واحنا بنتكلم على الحساسيه هنتكلم على حاجه قلناها باول الجزء دوت في الحصه اللي فاتت لما كنا بنتكلم على الماست سيل او البيزوفايل. وقلنا ان الماست سيل ديت هي المخزن بتاعه الهستامين. انفلاماتوري ميديتور لما بتتفرز بتتخزن جوه الماست سيل. انفلاماتوري ميديتور زي الهستامين، زي اليوكوتراين، زي البروستاجلاندين، واهمهم الهستامين. ساعة ما الجسم بتاعي بيشوف الرجين او انتجين، مقصود بكلمة الرجين او انتجين الحاجة اللي بتعمل لي حساسية. انا عندي ازمة وشميت تراب، واحد عنده حساسية من الفراولة، يا ابن الفراولة يا ده بنعتبره الرجين في الحالة دي. لو الجسم بتاعي شاف الرجين، الرجين دوت بيمسك بالاميونوجلوبولين اي، نوع من انواع اجسام المناعة. واول ما الالرجين يمسك بالاميونوجلوبولين اي يروح يقطع الماست سيل، يكسر الماست سيل. ولما يكسر الماست سيل بيطلع ايه من جواه؟ الهستامين. والهستامين دوت لما بيطلع بيروح يشتغل على الاتش واحد ريسبتور ويعمل الرجي. لو انت عندك الرجي دلوقتي حالا علشان تعالج، توقف الافراز بتاع الهستامين ولا تقفل الاتش واحد؟ تقفل الاتش واحد. انت عندك الرجي دلوقتي يبقى لازم تقفل الاتش واحد، دي ما فيهاش هزار. اما لو عايز تعمل بروفلاكسس مش عايز يجي لك حساسيه كمان يومين او ثلاثه، اقفل الماست سيل. الميكانيزم اللي هنتكلم عليه بيسموه ماست سيل ستابيلايزر، حاجه بتعمل ستابيلايزيشن للماست سيل، حاجه بتقفل الماست سيل ما بتخليش حد ياثر عليها. بيقولوا الميكانيزم ده بطريقه ثانيه انهبت الريليز بتاع الهستامين. واللي بيخليني اشرح الكلام ده بالتفصيل، الاستخدام هنا مختلف. انا هنا مش بتكلم على ادويه انتي هيستامينك، مش بتكلم على ادويه بتعالج، انا بتكلم على ادويه بتعمل بروفلاكس. يبقى كل العك دوت علشان نوصل للعنوان، وفي الورق موجود عندنا ان بي والان بي رايه للبيفلس. مكتوب عندنا في الان بي الكلام اللي انا بشرحه، لما بيجي انتجين او الرجين حاجه بتعمل حساسيه بتمسك بالانتي بودي اللي هو الاميونوجلوبولين اي وبتعمل كومبلكس. الكومبلكس دوت بيفرز البرونكو كونستريكتنج ميدييتور. برونكو كونستريكتنج هي نفسها الانفلاماتوري ميدييتور. فبيفرز الانفلاماتوري ميدييتور زي الهستامين واليوكوتراينز وغيرها. ده الكلام الفهم. المذاكره في رقم 6 وعنوان رقم 6 هو الميكانيزم. والميكانيزم بتاع المركبات اللي جايه هنقول ماست سيل ستابيلايزر او انهبيتور للهستامين. انهبيتور للهستامين ريليز، فحاجه بتمنع الهستامين ريليز او حاجه بتعمل ماست سيل ستابيلايزيشن. السطر اللي تحتها ده اليوزز، واليوزز هنا مش بنعمل تريتمنت، احنا بنعمل بريفنشن او بنعمل بروفلاكسز من الالرجي، وخاصه الكلام ده بيتاخد للازمه. السطر الثاني بقى ملوش لازمه، بس هرمون دريفيتيف جاي من ناتشرال برودكت اسمه خلين، ده كلام تبع العقاقير ملناش احنا دعوه. فالميكانيزم انهبيتور للهستامين ريليز او ماست سيل ستابيلايزر، واليوزز بنتكلم على بروفلاكسس. عندك 3 مركبات في الورق، واول مركب حفظ، شيل من جنبه كلمه اي دي، هو مش ايدنتيفاي هو حفظ. اول مركب الكرومولين صوديوم اللي موجود عندنا هيبقى مركب حفظ، كرومولين داي صوديوم. تاني مركب مشطوب خالص اللي عليه علامه الغلط ده مش عليا، وتالت مركب هيبقى ايدنتيفاي. في الحته بتاعت الانهبيتور للهستامين ريليز 3 مركبات، والاولاني هيتحفظ.
طب اول مركب الكروموليت صوديوم دوت لو عايز احفظه، بصوا كده هبدا ازاي. الكروموليت صوديوم وانت بتحفظه ابدالي بالجليسرول. هتفتكر يعني ايه جليسرول؟ الجليسرول يعني ثلاث كربونات وكل كربون عليها OH. احنا هنتكلم على الصبوره على ثلاث كربونات وكل كربونه كان عليها OH. اللي في النص بتفضل زي ما هي، لكن اللي على الطرف هتشيل الانشاد وبنمسك بحلقه كتير. تاني اللي بيحفظ معايا الاساس بتاعي على الصبوره مركب جليسرول ثلاث كربونات وكل واحده عندها OH. شلت H من على اليمين وH على الشمال وحطيت حلقه هيتيرو اللي بيحفظ معايا. حلقه الهيتيرو عباره عن حلقه بنزين مع حلقه سداسيه هيبقى فيها O دبل بوند ودبل بوند O. تاني اللي ما خدش باله هرسم جنب الO ديت حلقه بنزين وحلقه هيتيرو من O فيها O ودبل بوند ودبل بوند O، حلقتين زي بعض بالظبط. زود على الحلقه ديت مجموعه اسيد والحلقه الثانيه كمان مجموعه اسيد، يبقى انت بتتكلم على الكرومولين صوديوم. وطبعا وانا بتكلم على الاسيد وقلنا الكلام ده مره قبل كده، ممكن ترسمه سي او او اتش وممكن ترسمه سي او او دي، ترسمه صوت او اسيد عادي الاثنين حاجه واحده. فالبدايه بتاعت الاستراكشر من جليسرول تحت، مكان الانشاد بتاعت الجليسرول حلقتين هيتيرو زي بعض بنزين والثانيه فيها او ودبل ودبل بوند او. زودت اسيد يمين وشمال يبقى انا كتبت اتكلمت على الكرومولين صوديوم. المركب الثاني مش معايا، والمركب الثالث البيميرو لاست ده هيبقى ايدنتيفاي لاخر السنه. معايا دقيقه؟ بيميرو لاست علشان تعمل له ايدنتيفاي هو الوحيد في المنهج اللي فيه حلقتين سداسيتين وان في النص. مفيش مركب لحد اخر الترم فيه حلقتين سداسيه وان في النص غير المركب ده. عايز تتاكد منه اكتر بالكلام بتاع الدكتوره، المركب دوت على الجنب في حلقه تترازول. للناس اللي بتعرف التسميات، او يعني حلقه خماسيه وتترا ايزا يعني كام ان؟ اربعه. فبنتكلم على حلقه خماسيه فيها الاربعه ان، وحلقه التترازول دي في الكيمياء حلقه اسيدك عامله زي مجموعه السي او اتش بالظبط. فهنا المركب حلقتين سداسيتين وفي ان في النص، ومجموعه التترازول هي المجموعه الاسيدك دلوقتي. واحنا بنتكلم على البروفلاكسس او المركب بس اللي هيبقى حفظ عندنا لو احنا بنتكلم على الجزء بتاع الشيل. جزء البروفلاكسس غالبا ما بيتسالش عليه، لكن رقم سبعه مركب هنكتب جنبه امتحان، اكيد امتحان. والمركب رقم سبعة مركب لو ما عرفتش تجيبه لكم في الشيت يبقى لازم تسألكم عليه في آخر السنة. والمركب رقم سبعة من أهم المركبات اللي اكتشفوها في الكيمياء عامة في تاريخ الأدوية اللي في الصيدليات، من أهم المركبات اللي اكتشفوها مركب الكيتو طايفن ده. أصل مركب الكيتو طايفن هو الوحيد النهاردة اللي بيشتغل كديوال أكتين. بصوا كده يعني إيه ديوال أكتين؟ ديوال اكتنج يعني المركب ده هيشتغل ك اتش واحد انتاجونست وفي نفس الوقت هيمنع الهستامين ريليز. معنى الكلام ده هو الوحيد اللي هيستخدم في التريتمنت. نعم المركب ده في الصيدليات اسمه الزانيتين. كل الاطفال الصغيرين في الوقت اللي احنا فيه وقت تغيير الجو ده كل الدكاتره بيكتبوا لهم زانيتين. زانيتين حتى لو ما عندوش برد وما عندوش حساسيه، اصل حتى لو ما عندوش مشكله دلوقتي ممكن يجي له كمان 3 4 ايام، اصل ده دواء بيعمل تريتمنت وبيعمل بروفلاكسس في نفسه. ما عنديش مركب بيعمل تريتمنت وبروفلاكسس غير الكيتو طايفن ده. حاولوا يجربوا في مركبات ثانيه وكلها طلع عليها سايد افكت عادي، ده مركب سيف جدا، مركب ما فيهوش اي مشاكل خالص. فالكيتو طايفن دوت عباره عن مركب بيستخدم في التريتمنت وبيستخدم في البروفلاكسس، ولو بتبص على المركب في الورق هتلاقوا ان الاستراكشر بتاعه كمان مهم. مركب ديوال اكتنج يعني له اثنين ميكانيزم، والمركب اسمه الكيتو طايفن بيشتغل اتش واحد يعني تريتمنت، وبيشتغل انهبيتور للريليز يعني بروفلاكسس. ولو حد بيركز مع الاستراكشر هيلاقي ان المركب ده تبع انهي كلاس؟ من اول الحصه خالص قاعدين نتكلم على داي بنزو سايكلو هيبتان ولا سايكلو هيكسان؟ حلقة سباعية في النص ولا حلقة ثلاثية؟ حلقة سباعية. المركب ده شبه اللوراتيدين في نفس الصفحة اللي فوقيه في نفس الصفحة، وشبه الأزاتيدين اللي في الصفحة اللي فاتت،
المركب ده من تحت حلقه سداسيه والان عليها سي اتش 3 زي المركبات بتاعه الصفحه اللي فاتت، لكن في ترتيب. والفرقين هنا ان الحلقه السباعيه من فوق عليها دبل بوند او، ودوت اول فرق. والفرق الثاني ان الحلقه الاروماتيك اللي على اليمين مش حلقه بنزين، انت عارف اسمها؟ صيوفين، الحلقه اللي فيها الاس دي صيوفين. فشلت واحده من البنزين وحطيت حلقه خماسيه فيها اس، وزودت الدبل بوند او. بنتكلم على الكيتو تايب، المركب مهم قوي طبعا، اللي جنبه ده الصمت ملناش دعوه بيه. اخر حاجه في المذكره رقم 8 ومش هيبقى ليها لازمه قبل الشيء، ليوكوتراين موديفاينج ايجنت او ليوكوتراين ريسبتور انتاجونست. عندك مركبين، اول مركب المونتي لوكاس ذا ايدنتيفاي، ثاني مركب الزفيره لوكاس ده مشطوب، مش عليا اصلا، ماليش دعوه بالاسم ولا بالاستراكشر. مونتي لوكاس عايز تعمل ايدنتيفاي، بص على المجموعات اللي الدكتوره بتقول عليها. مونتي لوكاس هو المركب الوحيد اللي هتلاقي فيه مجموعه اسيد مكتوب عليها رقم 1 او حواليها دايره سي دبل بوند او مع او اتش، والمركب فيه مجموعه سلفر مع حلقه كينولين، اسيد مع سلفر مع كينولين اسمه المونتي لوكاس. والمونتي لوكاس في الصيدليات اسمه السنجيولير، لو حد سمع عن السنجيولير، حبات برضه بتتاخد كبروفلاكسس من الحساسيه، حبات بتبقى تشوه وتتبل، حبات بتتقص.